الطقم هو اللي بيغسل العنابر. بعد ما طلعنا من ويبة لازم يكون فيها غسيل عنابر دوري، كل بحري واخد جنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطقم هو اللي بيغسل العنابر. بعد ما طلعنا من ويبة لازم يكون فيها غسيل عنابر دوري، كل بحري واخد جبهة. بحري بيغسل الهاتش كفر، وبحري واخد جنب يمين، وبحري واخد جنب شمال، وبيمشوا كده مع التساوي مع بعض، او ممكن واحد يسبق واحد يقلل حسب كل واحد وضميره وناس تانية. والتلاتة التانيين بيبقوا جوه الاكموديشن، وبره بقى بينضفوا، وبتوع المكنه بينضفوا المكنه كله، يعني كله كده بقى. بعد ما تطلع من اي ميناء بتاخد لك كده ايه وقت شويه نظافه، بس تنظف كل الاماكن وتخلي المركب ان جود اوردر زي ما بيقولوا. زي ما انت شايف المركب الحاله دي دلوقت، طبعا البضاعه بتاعت البوكسيت ديت طبعا بضاعه مش كويسه جدا. طيب انا اللي هعمله بقى النهارده، هاخد الطالب او اروح انا وابدا انا كمان اغسل الحاجات بتاعتي زي اللايف بوت والفري فول، فري فول قصدي، والريسكي بوت، وبعدين نروح انا وهو على الفاير بوكس، لان اكيد طبعا الفاير بوكس من الجنب اليمين ده بالاخص زي ما انت شايف هنا. بص كده يعني هتلاقي طبعا الفاير بوكس بقى كله بضاعه من جوه بوكسيت والفاير هوز، فدي الحاجات بتتاخد. وبعد كده هناخد انا وهو برضو اللايف بوي. ايه ده في حد شال اللايف بوي؟ طب والله كويس، ده ناس طيبين جدا، متشكرين للشيف ميت ان هو لو مش لوم عشان يغسلوا العنابر. الشيف ميت ده فاهم، الشيف ميت اللي قبله كان كويس طبعا وصاحبي جدا وحبيب، بس كان دايما بينسى الحته دي. فطبعا اللايف بوي ما دام اتشال يبقى انا كده هنزل اغسلهم على طول من قدام وفي كل مكان اتشالوا، ودي حاجه حلوه جدا لان المركب اساسا دلوقت لودنج، والدرافت بتاعنا 13.58، فده كبير جدا. يعني هنا خلاص اساسا قريبين من الميه خالص، الفري بورد 6 متر باين او 5 متر وشويه، فده قريب جدا. حتى لو تلاحظ ان الموج بيطلع في البروه من قدام، فده الصح اللي عمله الشيف ميت، وده اللي بيحصل في كل حاجه. طب ما دام انت لودنج لازم تشيل على طول الحاجات بتاعتك. زي ما انتم شايفين هنا كده بنستقبل بقى، هنا نستقبل الطقس والمركبه اهي الخرائط بتاعتنا، ونبدا بقى نبص على الحاجات. لا بعد من خروجك من المينا بتبدا تظبط حالك تاني على الدخول تاني على القصه. هنا البيل بوك، سبحان الله يعني خلصت بيل بوك، وادي البيل بوك التاني. طبعا فكره انك تخلص بيل بوك اكتر من 160 ورقه في عقدك دي حاجه كبيره جدا بصراحه، يعني مش حاجه سهله. ايه ده عدد طويل بصراحه، بس الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يكرم كل واحد بالشغل في البحر، الناس اللي بتشتغل في البحر والناس اللي مهتمه تعرف حاجات عن البحر، يا رب كل ساعه تتاب حاجات كويسه تتقالت. الساعه 11:30 بقى هناخد البوزيشن ونبعته للشيف الشيف انجينير، وهو ده الاجراءات اللي بتتعمل بعد خروجك من مينا. يعني كله بيعمل عليها، بتعمل حاجات على التست بتاعتك، وبتشوف طبعا لان الدنيا بتبقى متبهدله على الدك بالاخص، بتبدا تشوف الطقس. الظابط الثاني بيبدا يعد الخريطه، الظابط الاول بيبدا يعمل البلص بتاعه ثاني، الالكتريشن بيبدا يبص على الانوار، بيشوف ايه اللي مش شغال ايه اللي مش شغال، عشان بيبقى معاه فتره ممكن تكون فتره صغيره من بين المينا والمينا الثاني. بتبدا تحضر بقى ورقك، انا واحد من الناس بحب ده احضر البورت دوكيمنت والاوراق، وببدا اعمل التريننج والدريلز ونقفل حاجاتنا، لان احنا خلاص في نهايه الشهر وانا فاضل لي ان شاء الله 15 يوم او اقل 14 يوم، لو ماكسيمم لو السبيد بقت كويسه احب 13 يوم ونوصل واروح بيتنا بقى على خير وسلام. وبس سمعنا ان في عاصفه في الفلبين، بتمنى ما يكونش في حاجه عشان نقدر نروح ومفيش حد يعني
يبوظ علينا فرحتنا كده، لان العاصفه دي لو دخلنا فيها بتقعد لك مثلا بتتعطل فيها يومين ثلاثه على بال ما تبدا تطلع منها، وبتاخد اجراءات صعبه شويه. بعد استلمنا النهارده حاجات تبع البورت ستيت تاني، برضو البورت ستيت مش عايز يهمد، بنبدا نعمل كده بالظبط اون بورد ريفيو. كل الصبات بتمضي واحد والتاني ومعاهم البشرايس والبحري، واحد بحري والفيتر، الناس اللي هي عندها شغل ممكن يجي عليه ريماركات لازم ياخدوا النولج. بنبدا برضو من الحاجات المهمه اللي لازم نعملها في حاجات المطبخ مثلا، نبدا بقى نعد البروفيجن عشان المينا اللي جاي، عشان يبقى على طول انت ان ادفانس. الشركه ما تكلمكش تقول لك طب ما بعتش ليه ما عملتش ليه، فالطباخ يبدا يعد حاجته والابطال ممكن يخليه يكلمني على طول، و ومنعد نهايه الشهر طبعا، لان كله جاي مع بعضه، وانت هتدخل المينا في اول شهر اتنين، ونهايه الشهر المصري ريبورت، والحاجات دي كلها حاجات اللي هي بتخنق بصراحه. كل شهر هنا في الشركه هنا بيخنق، نهايه الشهر ما بحبهاش لان بيبقى اوراق كتير جدا وحاجات كتير لازم جدا تتقفل. بس اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، حبيت اتكلم بس على خروجنا من مينا من ويبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.